السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نتعرف على كيف تصنع مكنسة كهربائية جميلة كما تشاهدون. طيب، العناصر التي سوف نحتاج إليها أسهل ما يكون. فسوف نحتاج إلى 4 كرتونات نقوم بتقطيع على مربعات مربعين، ثم أجزاء أخرى بهذا الشكل كما سوف تشاهدون بنفس المساحة التي هي موجودة هنا. بطبيعة الحال يعني المربع الأول الذي سوف نأخذه يعني بعد أن نقوم بقطعه سوف نقوم بإحداث ثقب عليه، وسوف نحتاج أيضا إلى موتور صغير من هذا النوع نقوم بتثبيت عليه يعني مباشرة، يعني هذه القطعة الأولى أحبب في الله هنا. بالتالي يمكن لك استعمال يعني لاصق، سوف أقوم بهذه العملية. طيب، الحين بعد أن قمت بلصقها كما سوف تشاهدون، الحين سوف أخذ دي في دي أو سي دي، يعني قرص يعني دي في دي أو سي دي بهذا الشكل، ثم أقوم بقسمه إلى قسمين. هنا يمكن لك استعمال مثلا سكين، يعني يمكن لك إزالة النصف الأسفل عن النصف الأول ليحدث بهذا الشكل كما تشاهدون. أقوم بإنشاء دويرة أو قسم دويرة كما فعلت أنا شخصيا على هذا الجزء كما سوف تشاهدون باستعمال بركار يعني صح التعبير، ثم قص بعد ذلك. وبعد أن أحصل على هذه الدويرة أحبابي في الله، أقوم بوضع عليها لاصق، أقوم بإنشاء أولا عليها ثقبة كما سوف تشاهدون، وضع عليها مثلا سيليكونا، يعني سيليكون على ما أعتقد باللغة الإنجليزية، على هذه الدويرة، ثم أقوم بتركيبها على الموتور بهذا الشكل. طيب، الحين بعد لصقها كما سوف تشاهدون على الموتور، سوف أخذ يعني الجزء الآخر الذي قمت بقصه عن يعني الدي في دي أو قرص سي دي أو دي في دي كما سوف تشاهدون، وأقوم بإنشاء عليها يعني أقوم بقص عليها قطع بهذا الشكل. لاحظوا معي شكلها يعني بحجم متساوي كما سوف تشاهدون، نفس الحجم، ثم يعني ب6 قطع يعني من هذا النوع. ثم بعد ذلك أقوم يعني بتقسيم هذا الدويرة إلى 6 أقسام. مثلا أقوم بقسم هنا، ليس قسم ولكن رسم، يعني خط بهذا الشكل وخط بهذا الشكل ثم خط بهذا الشكل وخط بهذا الشكل، وأقوم بتركيب عليه أنا آتي القطع، مثلا قطعة هنا ثم قطعة هنا قطعة هنا قطعة هنا، 6 قطع كما سوف تشاهدون باستعمال بطبيعة الحال لاصق، يعني أي لاصق توفر لديك. سوف أقوم بهذه العملية. طيب، الحين بعد أن قمت بتركيب القطع كما سوف تشاهدون أحبابي في الله باستعمال لاصق، سوف أخذ الحين يعني القطع الكرتونية الأخرى التي سوف تكون يعني مناسبة كما تشاهدون للقطعة التي وضعنا على الموتور، ثم نقوم بتثبيتها جميعا. ثم أيضا يجب عليك أن تقوم بقطع يعني قطعتين صغيرتين كما سوف تشاهدون ووضعهما هنا، واحدة هنا ثم الأخرى هنا، على أساس يعني إحداث فجوة صح التعبير، يعني سوف نشاهد هذه الأشياء بعد أن نقوم بلصق الجميع. الحين تم تثبيت جميع القطع كما سوف تشاهدون، يجب عليك وضع اللاصق يعني حتى لا يخرج الهواء من أي يعني هذه المنافذ كما تشاهدون، يجب أن تكون على بهذا الشكل. نأخذ القطعة الأخرى المربعة ونقوم بإنشاء دويرة عليها ونقوم بتثبيتها يعني هنا في الأعلى أحبابي في الله بهذا الشكل. طيب، الحين قمت بوضع كما تشاهدون القطعة الكرتونية الأخرى في الأعلى، هذا هو الشكل الأخير. الحين سوف نأخذ مثلا كرتونة أو قطعة كرتونية طويلة بهذا الشكل، ثم بمساعدة مثلا لا أعرف يعني كيف تسمى البوشون علي الخاص بالقنينة، سوف نقوم بإنشاء دويرة عليها. مثلا أخذ يعني هذا الجزء ثم أقوم بتدويره بهذا الشكل لحين ما أحصل على دويرة. طيب، الحين خلاص قمت بإنشاء شكل دويري وقمت بوضعه على يعني الجزء العلوي كما تشاهدون على الكرتونة الصغيرة التي قمنا بوضعها في أعلى هذا الشكل. ثم الحين يعني سوف تأخذ قنينة، سوف تحتاج إلى قنينة كما تشاهدون، ويعني الغطاية على ما أعتقد تسمى البوشون عليين الخاصة بالقنينة، سوف تقوم بإحداث عليها يعني فجوة مربعة بهذا الشكل، نقوم بتثبيتها
في هذه المنطقة أحباب الله كما سوف تشاهدون علي، سوف أخذها، نقوم بتثبيتها بهذا الشكل، لاحظ معي بهذا الشكل. طيب الحين يعني بعد أن قمت بتركيب الغطاء يعني صح التعبير، سوف تأخذون بطاريتين، يعني بطاريتين 1.5 فولت، نقوم بلصق الكيبل الأول يعني مع الموجب الخاص به الذي يعني يأتي من الموتور يعني صح التعبير المحرك عليه، والكيبل الآخر نقوم بلصقه هنا كما سوف تشاهدون. طبعا عند لصق هذان الكيبلان يبدأ مباشرة وظيفة هذا الجهاز، لكن يجب عليك أن تأخذ قنينة كما تشاهدون، ثم تحدث عليها بعض الثقب هنا، يعني هذه الثقب تسمح بإخراج الهواء دون الغبار عندما نقوم بالعملية عملية التنظيف. بالتالي نقوم بإدخال القنينة بهذا الشكل في غطائها بإحكام كما ذكر، ثم الحين يعني فقط بمجرد لصق هذان الكيبلان كما تشاهدون، يعني سوف أقوم بلصقهما، تسمعون يبدأ الجهاز بالعمل. لصقهما كما سوف تشاهدون، يبدأ الجهاز بالعمل كما تشاهدون، وسوف نشاهد تجربة صغيرة جدا. طيب الحين بعد أن قمت بتشغيلها كما تشاهدون، فوضعت يعني بعض الأوراق هنا يعني كما تشاهدون، سوف أحاول يعني أن أخذها جميعا، يعني هذه الأوراق فقط يعني بالتقريب أكثر، وبطبيعة الحال تقريب أكثر لأن الموتور يعني الذي استعملناه يعني في هذه التجربة صغير، بالتالي يعني قوته صغيرة، فإذا استعملت موتور يعني قوي فمن هنا يعني مباشرة يمكن لك يعني سحب الأشياء، لكن باستعمال هذا الموتور يعني لاحظ معي فأسحب يعني هذه الأشياء، لاحظ معي لأنها يعني دخلت يعني مباشرة هنا كما تشاهدون. الحين يعني وضعت هذه الأشياء أيضا في مثلا يعني المكان الذي ننام فيه، يعني هو على الفوتو يعني الخاص بالصالون، يعني هنا الأماكن التي صعب أن نأخذ فيها يعني الأجزاء يعني بيدنا، فيعني سوف أقوم بالتجربة كما سوف تشاهدون. لاحظوا معي العملية التي تتم يعني، ف كما تشاهدون لاحظوا معي، فهنا مباشرة يسحب الأشياء من المكان الذي أنت شخصيا تريد تنظيفه يقوم بتحويلها، فلاحظوا معي العملية التي تتم، مثلا لو أخذت يعني هذا الجزء لاحظوا معي الشكل، لاحظوا معي يتم يعني مباشرة رميه بطبيعة الحال يعني بهذا الشكل. أتمنى أن فكرة هذا الدرس قد أعجبتكم أحباب في الله، فكما شاهدتم يمكن لك التغلب على مشكل يعني بعض الفتات إن صح التعبير من الأشياء التي تسقط عادة، يعني مثلا في مكاتبنا وأيضا عندما نأكل مثلا في الصالون، وتسقط أشياء يعني في الزرابي، فيمكن لك يعني سحب يعني ذلك البقايا من الطعام الذي سقط إن صح التعبير في هذا الجهاز الصغير. فكرة يعني أتمنى أنها يعني قد عجبتكم، وإذا كنتم تريدون أفكار أخرى فقط لا تنسى الضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وزيارتنا دائما على موقعنا www.contigla5.com الذي ما بلا على الفيسبوك facebook.com/حافظ 900، أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات، في أمان الله.